ونحن مقبلين الآن إن شاء الله على شهر رمضان مبارك، أكيد في هناك أشخاص يهتمون بتغذية محددة في رمضان، كلمين عن هذا الموضوع. أول شيء كل سنة وأنتم طيبين، والحمد لله أنه دخل علينا رمضان والله يرحم اللي ما نعاد عليه. طبعا التغذية في رمضان هذه زي كيمياء سبحان الله، وهدية من رب العباد لينا لتنظيف الجسم. فالأشخاص اللي عندهم حالات غذائية معينة زي أمراض معينة زي السكري عندنا، الضغط، حالات النقرس، مشاكل صحية مختلفة زي المرارة، الكلى، هذه كلها تحتاج تدخل أخصائي التغذية في تحديد الأغذية اللي مفروض هم يعملوها أو يتبعوها في فترة رمضان، تحديد كمية الأدوية اللي هم بياخدوها. فهذه كلها معطيات مهمة أنها تتاخد في الحسبان للأشخاص اللي عندهم مرض معين أو حالة صحية معينة. هذه رقم واحد. رقم اثنين، اللي متبعين نظام غذائي هاهو جاكم الفرج زي ما يقولوا من الله. التغذية اللي بتجسير في رمضان أنه الواحد يصير زي الصيام العكسي، وكثير ناس عارفين إيش فائدة الصيام العكسي. ومعلومة للناس، الصيام العكسي هو أن الواحد يصوم من 14 إلى 16 ساعة وبعدها يفطر على حمية غذائية معينة. فهذه الحمية الغذائية تتبع على حسب السعرات الحرارية اللي الشخص عاملها، أو على حسب إنقاص، أو على حسب البلكينج، أو حسب الزيادة أو النقصان وما إلى ذلك من هذا الكلام المتخصص للناس اللي حابين إنهم ينقصوا أوزانهم. بالنسبة للشخص العادي في رمضان وجاكي وطلب استشارتك في موضوع التغذية، إيش ممكن تنصحينا؟ الأشخاص العاديين غالباً زي حالاتنا اللي يشربوا قهوة مرة كتير، أنا أشرب قهوة مرة كتير، فأول حاجة أعملها من الآن، يعني فاضل لنا شيء بسيط على رمضان أو داخل علينا رمضان، الآن نبدأ نخفف أو نغير السيركوليشن أو الوقت تبع القهوة، بحيث أنه مثلاً أنا دائماً متعودة أن أشرب القهوة الساعة 8 الصباح، أقوم أخرها للظهر، ثاني يوم أخرها للعصر، ثالث يوم أخرها لين المغرب بدي الطريقة. وفي ناس لا، يقول لك خلاص أنا أتحمل أول ثلاثة أيام بالصداع بالبهدلة وجسمي هيعمل تغييرات مختلفة على حسب، لأنه جسم سبحان الله ذكي جدا. فإن إحنا أول ما يصير عندنا التغييرات اللي بنسويها مع القهوة أو الشاهي أو الدخان، على طول حيجينا إعلان إنه صداع وما إلى ذلك من هذا الكلام، وبعدها بثلاثة أيام حيبدأ يدخل في الأوتو اللي هو الأوتو بايلوت اللي هو القيادة الذاتية، إنه أنت ما تبغى تستجيب لي أنا حغير لك وقتك بنفسي. فسبحان الله يعني الواحد ما يقلق من هذه الناحية. ولكن في حاجات للناس العاديين يصير لهم إمساك أو إسهال أكرمكم الله في حالة التغييرات في رمضان، اللي هي تغيير وقت الأكل. فغالبا في ناس يسبب لهم إمساك، قلة المياه، فلازم الواحد يهتم بكمية المياه اللي هو بياخدها، يهتم بالفواكه اللي هو بياخدها، بما أنه إحنا داخلين على فصل الصيف والحر، يهتم أنه ياخد مثلا بطيخ، يهتم أنه ياخد مشمش، يهتم أنه ياخد أغذية غنية بالبوتاسيوم. الفتاة الرياضية بالتأكيد في الأيام العادية كانت ماشية على جدول معين في التغذية، في رمضان إيش ممكن تسوي؟ أول حاجة نعملها للفتاة الرياضية في فترة رمضان إنها تحسب كمية البروتينات. غالبا يصير الدروب في العضل، فالعضل تغذيته الأساسية طبعا بروتينات وكربوهيدرات ودهون. وغالبا في فترة رمضان مع الصيام الفترة طويلة الواحد ما بيأكل كمية كافية من البروتين، فيفضل إنها هي تحسب تقسيمتها في البروتينات والكربوهيدرات، وتبدأ تقسم أغذيتها والدهون طبعا، وتبدأ تقسم أغذيتها كأنها يعني كيوم كامل بدأ من المغرب، يبدأ من المغرب إلى الفجر على حسب طبعا وقت النوم وقت الدوام وما إلى ذلك. بالنسبة لسؤالك على التواصل الاجتماعي، يعني بحاول قد ما أقدر أن أتواصل مع الناس، لأنه في النهاية هذا علم ينتفع به حقيقي. يعني ربي ما حطك في موقف أو علمك شيء إلا عشان يكون أداة صدقة لك، فهذا هو الهدف الأساسي والرسالة الكبيرة، إنه أنا بيكون عندي تواصل مع الناس وبحاول أتعلم وأعلم التغذية، لأنه هي أساسيات. يعني قل لي أنت إيش تأكل أنا أقول لك مين أنت، أقول لك إيش أنت بالضبط من 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 ساعة ما تصحى إلى ما تنام. فالتغذية ترى هي رسالة ما هي صغيرة، هي رسالة مرة كبيرة، ولازم الكل يتعلم ويعلم نفسه فيها، وهي استثمار داخلي لك قبل ما يكون استثمار للناس برا.